وبعدين دلوقتي هنعمل عصير حلو جدا جدا. عصير عندي رمان بالليمون والنعناع، عندي نشوف مقاديره كوباية رمان، وعندي ليمونتين بالقشر وعليهم كمان 10 أوراق نعناع وكوباية مياه غازية بيضة وعليهم كوباية مياه مثلجة. هقول مقادير مرة كمان، عندي كوباية رمان وعندي ليمونتين بالقشر وعشر أوراق نعناع وكوباية مياه غازية بيضة وعندي كوباية مياه مثلجة.